الحديث اللي راح نتحدث فيه الآن هو عن التقرير التحليلي للشباب المشتركين في مخيمات الشباب اللي أقامها المعهد العراقي من بين عدة مشاريع كبار عنده، واحد منهم هو مشروع المخيمات الشبابية اللي أمدى راح يكون 3 سنوات، مضى منها 2 سنين وبقى في السنة القادمة التكملة مالته. حقيقة هذا المشروع مشروع يعني بخدمة للمجتمع وخدمة للشباب. هذا المشروع كان به 4 دورات، كل دورة اشترك بها 25 شاب أو طالب من الجامعات العراقية كافة. وهذا المشروع كان يتضمن عدة محاور، من ضمنها محور المواطنة، وصاحبها أيضا تقرير عن شقد هذا كان البرنامج فاعل. كل البرامج اللي قدمت في هذا المشروع يعني حسب تأثيرها في الشباب، هل حدث تغيير أم لا. فالتقرير التحليلي اللي الآن نتحدث عنه هو حول قضايا اجتماعية لدى الشباب. هذا التقرير كان يضم عدة محاور، منها مثلا المحور المجال الأكاديمي في مجموعة أسئلة، وهناك مجال التقنيات والتواصل الاجتماعي أيضا في مجموعة أسئلة، وكذلك عن النشاط المدني، وهناك أيضا عن المجال الترفيهي. هذه المحاور ضمت مجموعة أسئلة وسئل بها عن طريق عمل استبانة خاصة لتحقيق هذه الأهداف. تمت يعني تفريغ هذه الاستبانات، وبالتالي حولت إلى نسب مئوية للدورات الأربعة، وبالتالي أعد تقرير نهائي يجمع الدورات الأربعة. فمن بين ما برز هذا التقرير نقاط الحقيقة جدا مهمة. على سبيل المثال أنه الانفتاح اللي حدث بعد 2003، بحيث أصبح هناك في المجتمع كثير من منظمات المجتمع المدني، نجد هذا ترك آثار على الشباب. هناك كثير من الشباب لديهم اتصالات وعمل ضمن هذه المجتمعات، منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في مدينتهم. كذلك من الأشياء الملاحظة أيضا من هذا التقرير أنه أغلبية الطلبة كانوا يرغبون مثلا بالعمل بقطاع الدولة باعتبار بسبب وجود ضمان اجتماعي اللي هو اللي يسميه التقاعد. كذلك من الأشياء الملاحظة أنه شفنا الأناث الطالبات كان طموحهم في العمل في المجال السياسي ليس بالمستوى المطلوب حقيقة، وبالتالي يعني تسجل الأناث تكون عندها رغبتها في العمل السياسي أقل من الأولاد. فد ملاحظة إيجابية جدا، فد استنتاج يعني إيجابي جدا، شفنا أن الكثير من الشباب سواء أناث أو ذكور ليس لديهم مانع في الزواج من قومية أخرى أو من طائفة أخرى. شوية أكو تحفظ على الدين، إلا أن الطائفة يعني المذهب والقومية كان معظم الطلبة ليس لديهم مانع. أيضا شفنا أن البنات جميعهم يفضلون الزواج بعمر ناضج، لكن بعض الشباب كانوا يعني ليس لديهم مانع من الزواج المبكر. تحدثنا عن موضوع توفر الانترنت واستخدامه، شفنا انه تقريبا 40% من الطلبة ما يستخدمون الانترنت. كذلك من الاشياء الملاحظة او اللي برزها التقرير ان الطلبة يشكون من قدم المناهج وطرائق التدريس التقليدية اللي يمارسها التدريسيين، وأيضا يشكون بأنه يعني لا تؤخذ آرائهم، وأن هناك نوع كذلك يشتكون مثلا من في الأسرة من التسلط الأسرة والقلق المتزايد، ولا سيما في ظروفنا اللي مثلا يشكي مثلا الشباب يقول انه الاهل يتابعونه هواية، يعني اذا نتاخر او شيء في حين هم ما يقدرون مساله مثلا الازدحامات بالطرق. هناك ايضا ملاحظات اخرى من يعني وجهه نظر الطلبه، انه في موضوع الانتخاب بالمجالس البلديه او مجالس المحافظات اكثر من تفضيلهم في الاشتراك في انتخابات مجلس النواب. يبدو
أن الانتخابات بشكل عام من رأي من وجهة نظر الطلبة من أنه يعني هاي آخذة بالانخفاض، لأن إحنا سائليهم مثلاً اشتركت بالانتخابات لو لا، راح تشترك بالانتخابات القادمة لو لا، فلاحظت أن هناك انخفاض بالنسبة في رغبة الطلبة في الاشتراك في لا سيما في مجلس النواب. هذا قد يؤشر لنا كثير من الظواهر من أنه هل إذن الشباب يعني يشكو من أو هو يعني يمر في حالة إحباط من كون أنه المرشحين اللي انتخبوهم هم برامجهم تحتوي على أشياء ما حققوها، يعني لم يوفوا بوعودهم مع هؤلاء الشباب، وبالتالي نجد أن رغبتهم في الانتخابات في القادمة نجد أن النسبة تنخفض. النتائج اللي طلعنا منها من التقرير بنينا عليها توصيات، هذه التوصيات من ضمنها أنه يعني المنظمات المجتمع المدني يحتاج أن تبذل بعد جهد أكثر ونشاط أكثر حتى تغطي عدد أكبر من الشباب في المنظمات. طبعا احنا نعرف ان هناك مجال ثقافي، هناك مجال تثقيفي، هناك مجال نشر وعي مثلا في مجال الحقوق، في مجال السلام، يعني على المنظمات ان تقوم بدور اكبر لان يعني نجعل انه نغطي كميه اكبر من الشباب. ايضا من التوصيات مثلا نشر ثقافه بين الاناث بين يعني طالبات الجامعه، أن نريد نحاول أنه نحفزهم على أن تكون العمل السياسي يكون من ضمن اهتماماتهم، لأنه المرأة الآن إحنا نريدها تخوض في مجال السياسة وتستطيع أن تأخذ مراكز قيادية وتكون صانعة قرار. هذه يحتاج عليها تثقيف بالجامعات ونشر وعي بين الأناث. كذلك عندنا الآباء والأمهات أيضاً يعني توصيات لهم في أنه يخففون من هذا التسلط، وأن يشكي الطلبة من أن هناك تسلط كبير وهناك متابعة شديدة جدا، هناك قلق زايد عن الحد. توصية للآباء بأنه يحاولون أن يتقربون أكثر إلى أبنائهم ويفهمون مشكلاتهم أكثر، وبالتالي يعني القلق يكون مثل ما نقول بحدود الطبيعية. كذلك بالنسبة للتوصيات أنه التوصية للتدريسين بالجامعة أنه لازم نحاول كأساتذة الجامعة أن نبحث أو أن نزيد في معلوماتنا عن الطرائق الحديثة في التدريس، نترك الطرائق التقليدية، وهناك كثير من الطرق الآن سواء بالجامعة هناك يعني كثير من التعليمات عنها واستعمالها، يحتاج أن نحدث المناهج اللي يدرسون بها الطلبة لأن هناك شكوى من عدة. كذلك ننصح التدريسين في الجامعة أن يكونون أقرب على طلبتهم، وأن يكون دور اللي يلعبه الأستاذ هو مو كونه فقط مدرس وإنما كونه تربوي، يحاول أن يتفهم آراء الطلبة ويحاول أن يتفهم ما هي نقاط مثلا اللي يحتاجون بها إلى المساعدة كيف. أيضا هناك ضرورة لنشر ثقافة التربية البدنية، يعني ينبغي أن نشجع الشباب ونشجع الجامعة أن تشجع في أن تجد لهم ملاعب أكثر، في أن تدعم النشاطات الرياضية، لأن هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للشباب. هناك أيضا يعني يشكو الطلبة من أنه عدم أخذ رغبتهم في الأقسام اللي يقبلون بها، يعني حبذا أن تكون الرغبات واحدة من المعايير اللي تأخذ بها الجامعة في قبول الطلبة إلى الأقسام. شكرا. الأستاذة الدكتورة ليلى عبد الرزاق نعمان، مديرة الوحدة التربوية لدراسات السلام في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد، مدربة ومشرفة في مشروع المخيمات الشباب التي يقيمها المعهد العراقي. شكراً.